السيدة رؤية السادات، نعم. الجزء ده من طفولتك اتكونت فيه صورة الأب، انت كنت بتشوفيه أب أسطوري من طبعاً. كل حاجة طبعاً. ليه يا مدام رؤية؟ لأنه بابا بطبيعته مكافح وجريء في الحق، وعنده قيم ومبادئ غرسها فينا جامد جدا. لكن تقدر تقولي ان انا يعني اخدت منه كتير، لان انا كنت ملتصقه بيه قوي 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 قوي، لان اخواتي الصغيرين في وقت كفاحه ما كانوش موجودين، يعني ما كانش موجود غير راوية اختي، وراوية اختي كان عندها سنتين، يعني ما تعيش لأي شيء خالص. فارتبطت بيه عاطفيا وكنت بفتقده، لأنه كان حنين قوي 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 قوي. يعني هو عنده القدرة أنه يدينا كم من الحنان رغم مسؤولياته ورغم انشغاله. طب السنين بقى اللي احنا بنقرا عنها، لما كان بيهرب ولما كان اشتغل مقاول، دي كان يعني ما تدركهاش قبل وعي؟ لا، وعي لها كويس جدا. ما انا بقول لحضرتك، ما كنا في الزيتون عشان كان في معتقل الزيتون، وبعدين بعد كده هرب من معتقل الزيتون، طلعنا المرج. طلعنا يعني انتوا قاعدين في المرج وهو هربان؟ وهو هربان يا حبيبتي. وبعدين بعد كده اتنقلنا من المرج، رحنا الحته اللي اسمها ايه، رود الفرج على النيل كده، على النيل كده. كنا هناك برضو. ما دي بقى السنين اللي كان بيبقى هربان فيها. هو اشتغل مقاول في اشتغل الفتره دي، اشتغل مقاول وله حتى يا حبيبه قلبي كان مسمي نفسه محمد نور الدين، وكان بيلبس جلابيه ولاسه وطاقيه وبتاع، كان اسمه محمد نور الدين. يعني يخرج من البيت وهو متخفي؟ ايوه. انا اتذكر كويس جدا. يعني عزيز باشا المصري لما كان معتقل وجي بابا عايز يزوره، بابا لابس الجلابيه ومتلتم كده وبتاع، وبعدين نط من السور ونططني معاه. ايوه، نططني معاه من سور القصر عشان نقابل الباشا في الجنينه، وكان فيها شجر مانجا. ايوه يوميها قال لك ايه يعني؟ قال لك انا هاختك فين يعني؟ ما هو قال لي تعالي معايا بس، وما دام يقول تعالي معايا اجي معاه على طول، وما فيش نقاش فيها دي. انما شوفي ازاي ان بيعلمني الجراءه، وبيعلم يعني عارفه الانسان يكون جريء في الحق، ان هو ما بيعملش حاجه غلط، هو عايز يروح يشوف الاستاذ بتاعه اللي معتقل ظلم من السراي مثلا. يعني كان متحدد اقامته في السراي. طيب كانت متحدده اقامته، متحدده اقامته في يعني هو رهن الاقامه الجبريه زي ما بيقولوا، فراح يزوره في البيت واخدك معاه.